طلاق بعد نزاع 6 سنوات، قصة طلاق تامر حسني وسمر أبو شقة. بعد جواز استمر 6 سنين، أنهت سمر أبو شقة أزمات زواجها من المطرب تامر عاشور بالوصول لساحات المحاكم. وقصة زواج وانفصال المطرب تامر عاشور وسمر أبو شقة كانت عاملة زي أمشير، يعني كل ساعة بحال. وخلال سنين جوازهم كانت في علامات استفهام كتير، يا ترى إيه الحكاية؟ في أكتوبر سنة 2017 احتفل المطرب تامر عاشور بالزواج من سمر أبو شقة، وده بعد قصة حب غرامية من ألف ليلة وليلة. لكن فكرك إن الموضوع يعدي كده؟ أبدا والله، بعد شهر من الجواز انفصلوا بسبب إنهم ما كانوش مناسبين لبعض، يعني تقدر تقول ما اتفقوش. لكن محدش كان يعرف إن ده حصل إلا بعد مرور 6 شهور على الانفصال. ويجي أكتوبر سنة 2018 يحضر تامر عاشور بصحبة زوجته سمر عقد قران الفنانة شيماء سيف، يعني كأنهم بيقولوا للناس إنهم رجعوا لبعض من تاني. وفي فبراير 2019 استقبل تامر عاشور ابنته اللي أطلق عليها اسم أيام، وده بسبب طرح ألبومه اللي بيحمل نفس الاسم، وده بعد ما أعلن عن الخبر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي. المفاجأة الحقيقية عزيزي المشاهد عن مصر إن في سبتمبر برضو سنة 2019 راح الفنان تامر عاشور أعلن خطوبته على ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية دارين حداد، وده بقى خلى الجمهور يسأل، يعني أنت دلوقتي يا فنان طلقت مراتك سمر ولا هي عارفة إنك هتتجوز عليها؟ ولأن العين بتفلق الحجر، بعد شهرين أعلن عاشور انفصاله عن خطيبته دارين ومن غير توضيح أي تفاصيل تانية، وتجاهل كتير من الأسئلة اللي طرحها الجمهور حوالين علاقته بزوجته سمر أبو شقة. تيجي بقى دارين حداد تكتب على صفحتها في موقع الإنستجرام إنها طلبت بفسخ الخطوبة لما عرفت عدم وقوع الطلاق بين المطرب وأم ابنته سمر أبو شقة. وفي نوفمبر 2020 حسمت سمر أبو شقة الجدل حوالين علاقتها بالمطرب وردت على السؤال، هو أنت وعاشور لسه متجوزين وعايشين سوا؟ ردت وقالت لسه متجوزين بس مش عايشين سوا. وجاوبت على سؤال تاني، مش ناوية ترجعي لأبو أيام؟ ترد سمر وتقول لا، أنا متمسكة بطلب الطلاق وخلاص قرب. حد من متابعيها قال لها، مش عايشين في بيت تامر عاشور ليه وانت لسه مراته؟ ليه بعيد عن بعض؟ راحت سمر ردة وقايلة، لأننا منفصلين وأنا طالبة الطلاق بقالي كتير. وواحدة من المتابعين بتسألها حوالين خطوبته وإن هي لسه إزاي زوجته، فقالت ازاي راح يخطب وانتوا لسه متزوجين، هو في كده؟ تروح سمر ابو شقة تقول طلع فيه كده للأسف. وقالت لها متابعة تانية، ازاي بعد العشرة الحب يروح؟ ردت قالت لها، عشان مش كل حاجة العمر، العشرة مواقف مش ايام بتعدي تحت سقف واحد وخلاص، موقف واحد كفيل ينهي الحب. ويوم والتاني والمشاكل بقت تكبر، الموضوع جاب اخره، واعلنت سمر ابو شقة من كام يوم انه تم الطلاق بشكل رسمي، واكدت انها تكن للفنان تامر عاشور كل الاحترام والتقدير ليه، متمنية ليه التوفيق والنجاح في حياته.